في عنده كنز. وين الكنز؟ بدنا الكنز، بدنا حصتنا من الكنز. وين الكنز؟ هون الكنز، بدنا حصتنا من الكنز. شو قصة هالكنز عكولي؟ راح نحكيها، مين اللي بده يحكيها؟ من مكتبة الإذاعة السنية. خلّى زمّات يا كنز كتير استنينا، رايح يطلع روقو روقو، رح يطلع امتى رح يطلع؟ وقت اللي بدي بيطلع زوقو، لازم يطلع بدنا نعيش يا غوار، تعيش تعيش، لازم يطلع بدنا نعيش يا غوار، تعيش تعيش، تعيش 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 تعيش. كفو كفو. ولي ابو رياح ما غيره؟ ايه ما غيره، لك افتح الباب لنشوف. الله يعطينا خيرك يا ابو عنتر، قوم اجى البلا الاعظم. حط بالخرج يا بالغور، علي الحلال اذا بيعمل لي كاني ماني بخفي لك اثره هون. خفى شوي يا غوار، لك كان عمت عيوننا من الهول غبار. لوب اشركتي الانوار، اشركتي الانوار. شو هاد وشك ولا ضو السراج المطفي؟ لا يا غوار لا، لك هيك بتستقبل ضيوفك؟ ابو عنتر تعال شوف هالشوفة، ليش هيك عامل بحالك يا رجل؟ لا لا يا ابو رياح، ليش هيك وشك مطمور بتراب؟ لك خليها لو يا شيخ، جيت ماشي من طريق الزفت لهون اندبح الدبح. ايه الله يصلحك ويهديك، حدا بيمشي على رجلي بهيك طريق؟ اكر على شو بدي امشي؟ على ادنك. شو انا غوار؟ لك يقول تفضل حاجة نازين ضحك وصهصلة. اسمع معلم، الزلمة ناوي يتفضل من حقه حقيقي. لا مو معقول، هو بيحب المزح. لك شو مزح وما مزح؟ ايه مو صفيان بيني وبين الموت شي؟ شبنا قطع لي قلبي، راح قال له يتفضل قبل ما يموت، قبل ما يخفي خطوة جوات الباب يفهمني شو جاي يعمل هون بالضيعة. مو مش هالألف ليرة، لا والله لا والله. اصبح انتهى الاشكال، فوت ليشوفكم. يلا سيدي يلا. يشهد الله فرحت لكم بهالكنز من جوات قلبي. لا كتير تشوف حالك، فرحنا اكتر منك بكتير. شو عرفوا بقصة كنزة بالغور؟ هذا يا بنت الحيص بيس، يا هالاجدب حرمها، واحد من اثنين حكولو. لكان يا عمي لكان، لك بيطلع لكم تفرحوا وتطيروا من الفرح. 40 خابية الذهب مو شي قليل. مو الـ40 قلنا. لكان قديه؟ ربع الـ40. والباقي؟ يا أهل الضيعة. شو عليه؟ كمان العشر خوابي مو قلال. بلشنا بالحسد وديت العين أبو رياح. ليش ليحسدنا أخي؟ هذا تعبنا وعرق جبيننا. الله يبارك لكم فيهم سبعة بسبعة. أبو عنتر. يا نعم. شو رأيك نتشارك نحن وأخونا أبو رياح بالكنز؟ ايه بالكنز، خلي يستفد له قرشين خطي ومنرتاح من حسده وضيقة عينه. شو هالحكي معلم؟ من مكتبة الإذاعة السورية وبيشارك الناس فيها. أبو رياح منا وفينا يا رجل، مو هيك أخي أبو رياح؟ بإذن الله أخوي وحبايب على طول الزمان. بس هي قصة الحسد. عم نمزح عم نمزح ولوه. ايه اللي اتفقنا على خيرة اوى. بس بصراحة قلبي ما ينشرح له الشراكة. على خاطرك اخي ابو عمتار، على خاطرك، اذا قلبك ما ينشرح بلاها اخي. لا سيدي بده ينشرح، حط اللي ايدك بايده لقلك. ما راح حطه. ومشان دقني لا تحرجني يا بالغور، شغلة فيها خابتين ذهب. اللهم زيد وبارك. ما بضيعوا ابو رياح، هات ايدك يلا. ايه وبارك له. الله يبارك له، بس مو من قلبي. فرط لي اياها بقى، الرجال صار واحد منا. مبروك اخي ابو رياح. بارك الله فيك يا ابن الاوادين. خود منه رعبون. صحيح نسينا ناخذ الرعبون، ميد ايدك على الجيب يا ابو رياح. قديش بيطلع لي اخي؟ هات لك 500 ليره على حساب. هيك على عماها؟ ما بدي افهم قصه الكنز بالاول. اخي شركتنا هيك على عماها، حبك تشاركنا حبك تنسحب. طيب ما بتأجلوا لي موضوع الرعبون لبكره؟ لشو التأجيل؟ خير البر عاجله. لك انا معك، بس انا في عندي مشاوره وبدي اطمن على مصاري. ما في مانع، بس على شرط. شو هو؟ بكره رح نبلش الحفر، اذا هالكنز طلع من اول يوم مالك علاقه فيه. اه ايوه. لا اذا هيك بدفع 500 ورا. شو عليه؟ هلا عملت زينه العقل. يا سيدي شرف، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي 100 يا رب، وهي تنتين يا موفي الدين، وهي ثلاثة الله يجيرنا من الشماتة، وهي أربعة، وهي بعيون الشيطان 5 معوضين. وشو بيلزمنا بعدين منخبرك ومغسيل وشك ونام مشان تفيق على الحفر.
أنا بدي أحفير. إلك بسعري وسعر أبو عنتر، بدك تحفير. بس إيدي أخي، إيدي يعني ما متعودين يشيلوا رفوش ومحاول. على خاطرك، في حل تاني. شو هو الحل بقى؟ منحسب عليك إجرة شغيل من هلا ليخلص الحفر. تكلنا على الله. أبو عنتر. مور معلم. خد لي أبو رياح أرجع الكنز. ليش الكنز مبين أشكرا؟ لا، محل ما بده يبين أشكرا. والله شيتو الله جابك للفخ ودولا بقدر، كل شي جمعته بالدرهم راح بتحطه بالأمطار. والله شيتو من مكتبة الإذاعة السورية، كل شي جمعته بالدرهم راح بتحطه بالأمطار. صار لي شي سنتين ما غمضت لي عين، فوق هموم الناس حامل هم الدين. باخد منك مية بتاخدها ميتين، ياخد منك مية بتاخدها ميتين. وبيوتك عم تعمر والروبو عم تكبر، حل النامو تسهر والروبو تتعكر. لا تزعل يا دادا خرجك هيك وأكتر، لا تزعل يا دادا خرجك هيك وأكتر. سلطنت كتير وغنيت وبكيو الناس وما حنيت، آخر ما حرر صفيت بدياتي خاتم لبير، بدياتو خاتم لبير، بدياتي خاتم لبير، بدياتو خاتم لبير، بدياتي خاتم لبير، بدياتو خاتم لبير، بدياتي خادم لبيك، بياتو خادم لبيك، أبدا يا دي خادم لبيك، بياتو خادم لبيك. مشهور؟ حضرة، أنا هون. سجنيت يا مشهور؟ لويش؟ شلون بتنزل على الكري؟ جاي أشوفك يا خضرة. أهل المغفرة عيونهم مفتحة عليك، ما تخاف يكمشو؟ يشنقوني بس أشوفك. قولي لي يا خضرة، غوار وزلمت وبعدهم ساكنين عندكم بالدار؟ إيه بعدهم. ولو إيش ما قلتي لأبوكي قلعهم؟ مشهور، كل ما أجيت أقول له براجع حالي وبقول أصحك يا خضرة. لو إيش؟ خايفة، خايفة من أبوي ليسألني شو السبب. قولي له غوار عينه عليك. ما تستحي يا مشهور، ما براسك نخوة؟ أنا يا خضرة، أنا لو صحيح بتحبني ما بتحكي هيك. صدقيني يا خضرة، قاعد بقول هيك لأني بحبك. اللي بيحب خضرة ما يحرق بيته. أنا كان قصدي أحرق غرفة غوار. إذا أنا قلبي معك مالك ومال غوار؟ طول ما هو بالقرية جمر النار بقلبي. يعني رأيي ما يهمك؟ يهمني، بس ما بدي غوار يظل هون بالقرية. أهل القرية كلهم مع غوار، ما تقدر تعاند القرية. إذا أنا ما قدرت هالفرد بيقدر. اسمع يا مشهور، من مكتبة الإذاعة السورية. ورد غطا، يا تحط عقل الرحمن براسك يا حد الله بيني وبينك. بدك أوطي راسي الغوار والمخفر يا خضرة؟ أحسن ما يقولوا عنك فراري مثل ما قاعدين يقولوا. يقول اللي يقولوه، أنا فراري ورح أظل فراري حتى يصير الشي اللي براسي. إذا بتظل هيك مالك نتيجة. هذا رأيك يا خضرة؟ طيب بكرة بسمعك إشي يعجبك. قولي الغوار وللمخفر ولكل أهل القرية مشهور قاعد بتل الريش، وإذا غوار وأجيره رجال يسترجوا يقربوا. صار الطريق اللي بتمشي عليه السيارات من هون. حط لي الصخرة الكبيرة بين عيونك وقول يا الله.
توصي شي على البلد ابو الغور؟ اذا اعطيتك 100 ليره بتوصلهم لفطوم ولا بتبلعهم؟ لا لا يا غوار، عيب كل شي للامانه يا اخي. برافو ابو رياح، متحسني اخلاقك. ليش في بالعاده هاد غوار؟ انا عم بحكي عن شغلات قديمه. مثل شو اخي؟ مثل شو؟ مثل مثلا مصريات المرحوم ابو حسن. بس يا شيخ بس، لك شو بدنا بالقصص القديمه؟ نحن هلا اولاد هلا. الحق معك ابو رياح، القديم واحد عونطجي محتال فوايزي ما عنده ضمير. خلينا بابو رياح جديد، مزبوط ولا لا؟ مزبوط سيدي مزبوط. لقا خود هالمكتوب وهي 100 ليرة اعطيهم لفطوم. ايه سيدي، هذا المكتوب اخذنا، 100 ليرة وينها؟ حطهم منك، بس اوعى تفتح المكتوب. ها على راسي سيدي على راسي، لحن اعطينا المكتوب وندفع 100 ورقة بخاطرك. دير بالك على حالك. من مكتبة الإذاعة السورية. بس يا حريص، بس وينك؟ بس يطلع الكنز خبروني. مشي صاحبنا؟ مشي، لسه ما خلصت كروعي شاي. شو صاير عليك؟ يعود بدي احكي معك كلمتين. بعرفون. شو هني؟ شراكتنا مع ابو رياح ما عجبتك. ما عجبتني قطعيا. لانك غشيم. ليش بقى؟ بعدين بتفهم، قوم مشينا. لسه السمس ما طلعت، شو صاير عليك؟ لك هادي وعاصي سبقونا على التل. مين؟ أنا خضرة، اعمل معروف كلمة. خليهم 200 كلمة، ما بيصيروا معك؟ هسا مو وقت المزح. بدي أقول لك شي يهمك. بعدين، بعدين منحكي كل شي. غوار، قلت لك شي يهمك. قديش يعني؟ بيسوى روحك. ها؟ طيب أحكي لك. بحكي بيني وبينك بس. ايوه ايوه فهمت عليكي ابو عنتار. شرف بلا مطرود. يا امرك ابو الغور. هاي صرنا لوحدنا، احشي. قوار لا تروح على التل. هلا بلا مزاح، احكي غير هيك شي كلمتين طرايا. مشهور، مشهور ناوي لك الشر. ما فهمت. مشتري فرد. فرد؟ هو ناوي يقوص فيه عن جد؟ مشهور ما يعرف المزح. اسال الله العفو. يا ابو عنتار. شو في؟ اركود رجع هادي وعاصي قبل ما يصلوا على التل. ليش وقفتم؟ هيك وقفنا. شو وقفكم؟ سر الكنز. مين بيعرف سر الكنز؟ لك انا غوار ابن خوشي. تريد لحام؟ مين اللي دلك على الكنز؟ والله اني والله اني محمد جومر وسهيل كنعان. امتى رح يطلع هالكنز؟ يمكن بكرة، استنوا بكرة. لك وانا اللي عم بتعب معك بالكنز، شو نسيتني؟ اهلين اهلين ابو عنتر، مين معك كمان؟ الموسيقى التصويرية والالحان عبد الفتاح سكر وشاكر بريخان. من مكتبة الاذاعة السورية. شو كمان؟ بدنا نعرف هالتركيبة، مين جمعها وخلاها تتعب تا يطلع هالكنز؟ بدنا نعرف المخرج سهيل كنعان.